شوفوا يا ولاد، الكلام اللي هقوله لكم ده ركزوا فيه كويس جدا. سياسة الدار هنا إنها بتوزع أبنائها اللي أتموا التعليم الجامعي على أماكن بعيدة شوية. ليه؟ علشان توجد لهم المناخ المناسب اللي يعيشوا فيه ومحدش يضايقهم. بس انتوا كده يحس عليا انكم هتسيبوا الدار وتمشوا. لكن دي سنة الحياة. مظبوط. شفتوا البدل اللي احنا جايبينهم لكم؟ هتاكل منكم حتة. عشان كده لازم تبقوا قدوة للدار وللي زيكم. لو احتجتم لأي حاجة في أي وقت تيجوا جري على الدار هنا. احنا بنشكر حضرتك على كل حاجة عملتيها معانا، ونوعد حضرتك ان احنا هنشرف حضرتك في كل مكان وزمان وعلى مختلف العصور. يا ريت، بس انا واثقه ان علي هيخلي باله منك. حضرتك اطمني خالص. على العموم دي اوراقكم وجوابات تعيينكم مدرسين في القاهره، بس ناقص حاجه واحده. لو اي حد من قرايبي، انا مشغول مش عايز اقابل حد. للاسف ما حد سال عنك من يوم ما سلموك للدار. خير يا فندم. المبلغ ده امانه عندي، لقوه مع والدك ووالدتك في يوم الحادثه. اتفضل. معلش اشوفك معايا. متشكر قوي. اشوف وشكم بخير. وحشنا المكان والله يا علي. فعلا. يلا. سلام يا محمد. مع السلامه يا عم محمد. مع السلامة، ربنا يكرمك يا محمد. تاكس. هات شنطة دي. الملجأ أمانة في رقبتك يا عم محمد. السلام عليكم. يلا سلام عليكم. سلام يا أولاد. السلام عليكم.
انت متاكد ان اتوبيس المانيال بيجي من هنا؟ هم قالوا لي كده يا عم انه بيجي هنا. ده باين شارع سد ولا ايه؟ ايه ده؟ اهو إيه؟ اهو يلا اهو اهو استنى علي هو ده المانيال حرامي استنى علي يا علي اجري يا رمزي انا عايزك ريلاكس خالص كل اللي مطلوب منك انك تبصي على الحرامي وتشاوري عليه جاست تشاوري عليه اوكي ايه في حاجه لا مفيش حاجه انا شفتك فين قبل كده نعم انا شفتك فين قبل كده ايه في ايه ما اعرفش الظهر واحد بيغرق جنبي باين هديت يا مدام اتفضلي بقى شاوي ده و انت هتروشينا ولا ايه هي كام يا انا اسف انا عايزك تهدي وتركزي وتشاوري سهله خالص ده و... يا ست ابوس ايدك ركزي ركزي يا ست ابوس ايدك شوفي ميني حرامي شاولي عليه ارجع مكانك يلا ارجع ما يا باشا هموت واعرف مين الشخصيه دي ده باين انه حد مهم اعترف يا لسه منك اهو اعترف يا عم اعترف بس بس طب ماشي نزل ايديك بقى بس يا عم اسكت ما بلاش اسكت ما تقولش يلا اعترف طب ما تعرفش انا مين دي بقى كلكم بتقول احنا مين ده وده مالهمش دعوه يا مثبت العقل والدين يا رب امال مين اللي له دعوه تمام يا فندم مسكنا الحرامي ده في الاتوبيس هو ده هو ده الحرامي هو ده الحرامي ايوه اي ام سو سوري يا جماعه خدوا يا ابني على الحجز قدام وانت يا مدام اخرجي اشفطي كل الاكسجين اللي بره يا جماعه اي ام سو سوري في ميس اندرستاند حصل انا في قمه الاسف والخجل حصل خير يا فندم مش عارف اقول لكم ايه والله حصلش حاجه بقى اتفضلوا معايا اتفضل خرج يا ابني الناس دي كلها بره يلا يلا بره يلا اتفضلوا اقعدوا ايه هتعمل ايه؟ ايه هقعد تقعد ايه يا عم؟ انا مش هسامح نفسي ابدا ابدا اللي حصل ده مهزله ولا يمكن يحصل عندي في القسم تحبوا تشربوا ايه بقى؟ قهوه نسكافيه كابتشينو مودكو ايه؟ انا ريقي ناشف ما تيجي نجرب اتنين مودكو ايه ده؟ يا باشا احنا كده تمام ممكن نتوكل على الله بقى؟ طيب ايه رايكم في الشوكولاته؟ شوكولاته ايه يا باشا؟ بقول لحضرتك عايزين نمشي طب شوكولاته معلش يا باشا اصل عندي مشاكل في اسناني فاهم لا انا كده هزعل منكم قولوا لي بقى تحكيلكوا ايه احنا اتنين مدرسين جايين من اسكندريه وكنا رايحين المانيا ندور على شقه يعني نسكن فيها عشان تبقى قريبه من المدرسه اللي اتعيننا فيها دي بقى عليا انا لازم اعمل معاكم واجب ما هو ما ينفعش حد يجي عندي القسم ويخرج زعلان الف شكر انت حياتك بس الخدمه اللي تعملها فينا تبعت معانا اي حد يوصلنا المانيا بدل ما يحصل لنا اي حاجه تاني بنفسي لازم اوصلكم بنفسي انا اعرف واد سمسار في المانيال ايام ما كنت في المباحث هناك بس واد كده اتفضلوا معايا الحق ده النيل باين من هنا اهو النيل اهو صحيح ده احنا وصلنا كمان امسك ساوي
أهلا يا باشا، منور المانيال يا باشا. خير يا باشا؟ ما تقلقش يا صابر، أنا عايزك تبص لدول كويس. والله لا أعرفهم ولا سكتهم قبل كده يا باشا، والله ما تقلقوش، هو الصاوي كده. إيه ده يا صاوي؟ ريلاكس. خير يا باشا، أنا عايزك تريحهم على الآخر، تشوف لهم شقة وبسعر معقول. دول زي إخواتي، فاهم؟ فاهم يا باشا. مش عايز أسمع أي شكوى منهم، وبلاش حكاية الشقة إياها، أنت فاهمني طبعًا. شقتي دي يا باشا؟ أبدًا. دي شقة كل ما يسكن فيها حد يجي يعمل محضر إن فيها عفاريت. إيه؟ عفاريت يا علي؟ يقول لك عفاريت؟ يا عم تهد بقى في يومك المكعبل ده. حضرتك بتتكلم جد؟ دي كلها خزعبلات. المهم أي حاجة، أي مشكلة تواجهكم، الكارت بتاعي أهو. إني تايم. الله يخليك يا باشا. ساوي؟ أيوة يا باشا. عفاريت؟ نو. ماشي يا باشا. أوكي؟ أوكي يا باشا. سي يو. جود باي يا باشا. مع السلامة يا باشا. نورت المانيا لسعادة الباشا، مع ألف سلامة يا باشا. نورت يا باشا، ربنا يخليك لينا يا باشا، ربنا يخليك لينا يا باشا، يا رب يخليك يا باشا. ثانية واحدة هكلم بس صاحبتي الشقة ونروح لها على طول. ماشي، ما تديها رنة وتقفل. أوفر يعني. أيوة حاجة، معايا الشباب زي الورد جايين لك حلق ورايا. أيوة حاجة، جايين لك يا حاجة. مين البيت ده؟ سلم مريح مش كده؟ آه مريح أوي. ايوه حاجه فاطمه، حاجه فاطمه بينها بتصلي. تعالوا بس بالراحه. شوف ست بركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقبل الله يا حاجه. تقبل الله منا ومنك. تعال يا ابني. حطوا الشنط، تعالوا. تفضل. ايوه حاجه، شباب زي الورد جاي بخصوص الشقه اللي فوق السطوح. سمعهم على وجوههم، يجعل ايامكم سعد وينجح مقاصدكم ويسترها معاكم. قادر يا كريم. الله يكرمك يا حاجه، دي طلعت ست طيبه قوي. انا عقبال قبره البيت ما تطلع طيبه. يا كمان ما الكنبه فاضيه يا اخي. يا اخي جايز حد يجي يقعد. خدهم يا ساوي فرجوا. معلش بس ليه سؤال صغير كده محرج شويه، ممكن نعرف بس ايجار الشقه اللي فوق دي كام؟ يقصد يا حضرتك يعني نعرف نقد امكانياتنا ولا لا؟ اتفرجوا عليها الاول ولو عجبتكم اعتبروها بتاعتكم، مش هنختلف يا ولاد. الله يكون في عونكم، ده انتوا ايامكم يعلم بيها ربنا. ربنا يكتر من امثالك يا حاجه. المفتاح فوق العداد يا ساوي. اتفضلوا يا ولادي. ألف شكر يا حاجة. يلا سلام عليكم. أنا مش فاهم بس يا أخي، كراكيبك اللي أنت شايلها على دماغك دي وحايس نفسك بيها ليل نهار، في إيه؟ كنتش فاكر نفسك بكسو ولا إيه؟ يا ساتر يا رب، إيه أم العفريت دي؟ أم العفريت؟ أيوه. تفرق إيه دي عن الموناليزا؟ تفرق كتير. أولاً الموناليزا ما كانتش حولة، دي حولة يا علي، وبعدين دي ام ليزا مش الموناليزا. دي عقدة الخواجه. خواجه؟ اه. الفرق بين دي وبين الموناليزا عارف ايه؟ ايه؟ ان الموناليزا اتولدت بره. اه. انما دي اتولدت على ايد انا. اه. تتربى في عزك يا سيدي. الله يخليك. عارف يا رمزي؟ ايوه. لازم يكون عندك انتماء وطني. انتماء لتراثك الوطني كمان. الفلاحين. الصعايده. النيل. ده في حته منظر بره يالا. تعورهولك. اكيد احسن من المنظر ده. امشي يا اخي. ما تزقش. تعال بص، شايف منظر يرد الروح صح؟ والله سكننا على النيل يا ابو علي زي الناس اللي قبها. مش كان نفسك تسكن على النيل؟ اه. يلا يا عم عشان بس ما تقولش ان انا حرمتك من حاجه. ماشي. عارف اجمل حاجه في النيل ايه؟ انه ما بيفرقش من حد والتاني. تلاقي شقه هناك بملايين وسطوح هنا بسعر بسيط، والاتنين على النيل، ويخت قبها ماشي جنبه مركب فيه صياد وعياله عايشين في حضن النيل كانه من الكون. النيل ده طيب قوي يا رمزي. والله ده انت اللي طيب قوي يا علي. الله يخليك. بقول لك ايه؟ تعالى يا عم بقى نخش ننام شويه عشان نصحى الصبح نستلم التعيين بتاع المدرسه. يلا. ايه في حاجه؟ يا
العملية ملبشة جوه ومزاجه مش رايق. أحسن لك خد صاحبك واخلع. ايه الواد ده؟ ما عارف والله يا عارف. مين بقى الله يروح فين وفين؟ طبعا أنا. مفيش رقابة يا أساتذة، الرقابة انعدمت. ده آخر لفت نظر ليكم، اتفضلوا. صباح الخير يا حضرة الناظر. خير؟ هيجي الخير منين؟ عايزة ايه يا أنسة؟ انتوا ما فيش عندكم شوية سنس؟ الأساتذة الجداد، مدرس المزيكا ومدرس الألعاب يا أستاذ حمزة. كمان؟ هي المدرسة ناقصة لعب ومزيكا؟ أهو ده اللي ناقص. وريني أوراقهم، تعيين وزاري ولا تعاقد؟ في الحقيقة يا حضرة الناظر هم تعاقد. إحنا عندنا حصص فاضية؟ وإحنا قادرين نلاحق على المناهج عشان ندور على الرقص والمسخرة. رقص ومسخرة؟ يعني نمشي حضرتك ولا إيه؟ يا أستاذ رمزي، إحنا نوصل لزكريا بيه في الوزارة نقول له ان حضره الناظر عايز يلغي الانشطه من المنهج التعليمي، ملهاش حل بقى. بالظبط صح. استاذ زكريا مين؟ مش عارف، هو في وزاره ما فيهاش زكريا؟ يلا يا استاذ رمزي يلا يلا اتفضل. مش واخدين. سلام عليكم. سلام يا سلام عليكم. استنى انت وهو، انا ما بتهددش. اسمعي يا انسه. نعم. خديهم وخلصي لهم الاجراءات بتاعتهم ومضيهم على العهده كلها اللي هتسلمها لهم وعلى شروط المدرسه، فاهمه؟ حاضر حاضر يا حضره الناظر، اتفضلوا معايا. العهده كلها، فاهمه؟ يا فندم احنا هنمضي على المدرسه بالعيال اللي فيها، احنا قدها وقدود، احنا لا مؤاخذه كفاءه. يا حضره الناظر الاولاد معانا ان شاء الله يبقوا في ايدي امينه وكفاءه زي ما قال. بالظبط. امينه مين؟ بشتغلوا بشتغلوا. طب بمناسبه الكفاءه، شوفي لي واحد منهم يمسك التدبير المنزلي مكان ابلة حسنيه لحد ما ترجع من اجازه الوضع. ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ ايه بذاكر. حد يذاكر كده؟ أنا بذاكر كده. طب بالراحة شوية بقى. إيه ده؟ إيه اللي أنا سمعته ده؟ أكيد هما. هما مين؟ العفاريت. عفاريت؟ يا الله يخرب بيتك، ما تشيل الأفكار السودة دي من دماغك. شفت سيرتك بقى المنيلة؟ شفت؟ شفت؟ استنى، إيه راح فين؟ مش كان في كبريت هنا يا ابني؟ هي ناقصاك انت كمان. يا رمزي استنى. لقيته. ايه في ايه يا عم انت؟ لقيته. لقيت مين؟ العفريت. ايه؟ متخافش معايا، تعالى شوف بنفسك. ابص ايدك، بص جتتي مش خلصانه ورجليها مش قلاني من على الارض. يا عم قوم، ما تبقاش جبان، نقول لك لقيت عفريت. تعالى شوف بنفسك. ده شكله حلو قوي ونايل ب 60 ميل. انت الله يخرب بيتك، هتودينا في داخل. تعالى حسن 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 العمود. لا يا عم. يا عم تعالى تعالى. حياه ابوك. ما تخافش عليا، سمي بس سمي كده. بص بسم الله الرحمن الرحيم. بص بص جماله. امشي بس. اجري يلا اجري اجري. هتعمل ايه؟ خاف من ايه؟ اوعى تديله ضهرك. اوعى. ارجع ارجع اجري. الحمد لله الحمد لله. بقول لك ايه؟ انا مش بقيت دقيقه واحده في البيت ده بعد كده. ونسيب العفريت؟ اه نسيبه. بقول لك ايه؟ انا صدقت لقيته. صدقت لقيته؟ اه. انت كنت عامل زي الفرخه دلوقتي بره. انا 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 انت انا همشي من هنا، يعني همشي من هنا. ايه ده بس؟ انا عارف انك خايف، انا عارف انك خايف. ما توترناش. بص يا علي، انا قريت في كتاب عن العفاريت بيقول ان العفريت اصلا جبان، لو فاجئته تسيطر عليه، انما لو هو بقى فاجئك سيطر عليه طبعا. طب ما انت عارف كل حاجه اهو. امال ايه؟ يخرب بيتك الله يخرب بيتك. بقول لك ايه، ما تضيعش الفرصه دي من ايدينا. احنا هنخش نسيطر على العفريت، يبقى زي الارنب في ايدينا يحقق لنا كل احلامنا. اسمع الكلام. يلا يلا. لا امشي ورايا بس، امشي ورايا، ما تضيعش فرصه علي. هات عشان خاطر علي. هنسيطر هنسيطر علي. امشي. ايه ده؟ ايه النور الاحمر ده؟ هي العفاريت كده بتحب تعيش في النور الاحمر. انا قريت كده في الكتاب. انت مال ايدك من الكتاب ده؟ يعني ايه؟ يعني واثق فيه زي ما انا واثق فيك بالظبط. بقول لك ايه، ما تنساش، انا هقتحم، هنخش هسيطر، وانت ايدك على كوبس النور عدل. ها؟ لا
شد نفسك. ماشي. هات العفريت. النور وفين؟ انتوا مين؟ ما تنطق جرح. انت هو انت اللي مين؟ هو مش حضرتك عفريت؟ عفريت عفريت لما يركبك انت هو. انتوا مين وايه اللي دخلكوا هنا؟ احنا اللي ساكنين جنب حضرتك هنا. ساكنين وانا كل يوم اتلقى عليا مصايب جديده. اما انت عفريت بجح صحيح. بصوا لنا الافلام الله يخرب بيتكم. طلع اخويا انت اهو يا ابا. انت بتصحوا من البيت مبقاش انا منصور في الاخر. في اسلوب احسن من كده. يلا يا اخويا انت اهو. يلا مبسوط؟ اتبسطت؟ وانا اخش اسيطر وانت اخش على الكوبس؟ عفريت ده مش اسكت مش طايقك. عفريت ده ما كانش في الكتاب اصلا. أنا من واقع خبرتي في عالم البيض اكتشفت إن البيضة بتاخد 4 دقايق علشان تستوي. إحنا عددنا كام؟ إحنا عددنا 20. يعني 20 بيضة في 4 دقايق ب80 دقيقة. يعني إحنا محتاجين ساعة وتلت علشان نسوي 20 بيضة. أنا ما بحبش الدنيا يا أستاذ. يا ستي ولا يهمك. مش لقلك طماطمات؟ مالكوا قد ايه ما دخلتوش الاوضه دي؟ من اول ما دخلنا المدرسه يا استاذ. طب تعالوا معايا. تعالوا. تعالوا براحه. تعالوا. وبكده نبقى وصلنا بقى لميعاد اكل البيض. نبدا النهار الاول. ودي كانت نهاية البيض. في ايه يا أستاذ؟ حريقة حريقة من أولها. الحمد لله عربية المطافي وصلت. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ خيام يا ولاد لحضرة النظر. ايه؟ الأوضة اتبدلت ولا إيه؟ فعلاً النظافة من الإيمان. مين بقى الحلو اللي عمل كده؟ الأستاذ علي وإحنا يا حضرة الناظر. ده أستاذ طيب قوي يا حضرة الناظر. حبينا قوي يا حضرة الناظر. عظيم. حاجة جميلة قوي. طيب طالما كده بقى يلا يا أنت هو على الحوش. عايز حوش المدرسة ده يبرق. يلا يا ولا. يلا يا ولا. يلا. استنى يا أولاد. حوش إيه ويبرق إيه؟ تحس مزيكا حضرة الناظر. عارضني بقى يا اخويا عارضني. ما انا عارف نوعيتكم. اسمع ما اقول لك المدرسه دي بالذات لها ظابط ورابط مش حاجه سايبه كده. يلا ادي انت هو على الحوش يا هلا. عايزه يبرق. وده ايه اللي معاك دي؟ مصاصه؟ دي بتاعت الاكسليفون. اكسليفون ما تبع تفاطيف تطفي يا اخويا. علمهم حاجه تلفحهم. يلا يا بسرعه. ماذا والا انتوا عارفيني. على فكره التعليم بالراحه عن كده. ها شويش بكل صراحة. لازم نتعلم بشويش.
عم حمزة علمك علينا احنا التلامذة وبكرة لينا لو الاعلام بالشكل ده دماغنا هتضيع مش كده ونبقى جيل يلا متعصبين ومكلكعين ومحتارين بين ده وده ينجدنا مين يلحقنا مين لو حالنا كان بالشكل ده نبقى شباب ورد وجميل لبلاده بيرد جميل وبكوني صراحة لازم نتعلم بشويش لازم نتعلم بالراحة قد ما تسجحهم على جرمي نفهم صح تفتكر الراجل الناظر ده حطينا في دماغه يا عم سيبك منه ده راجل معقد ايه ده مين دول الزهر شوالزنجر واخواته ايه الحال؟ رزق منيح ده الراجل اتفسخ خالص اه كفايه كفايه حرام عليكم كفايه انت اتكسرت خلاص ايه ده مين الناس دي؟ انتوا مين؟ احنا اللي ساكنين جنبك هنا ايه؟ لولو الرقاصه مال بتلبس قصير وحاجات متفتحه بعتت لي رجالتها الله يخرب بيتها ضربوني صورتها صورة كل ده عشان صورة أمال لو كنت بوستها بقى كانوا عملوا فيك إيه؟ إيه ده إيه ده بقول لك يا رمزي انزل اشتري شاشة وميكروفون بسرعة لا لا أنا دايماً عامل حسابي للحاجات دي ادخل في الأوضة هتلاقيهم فين يعني هم فين؟ جنب صورة هند رستم ماشي يا عم عمر شريف جبت البلطجية والعصبجية لحد باب بيتي لا دايماً دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف يا ابني انا ست كبيره ومش حد الحاجات دي وخاف على سمعتي وسمعه بيتي هي كلمه تخلي المطرح يعني تخلي المطرح اخويا قوم استر نفسك كده يا حاج سيبها دلوقتي ست طيبه هنبقى ننزل نطيب خطيره بكلمتين انتوا مين ما قلت لك احنا اللي ساكنين جنبك هنا اسمكوا ايه انا اسمي علي مدرس مزيكا وانا اسمي رمزي مدرس العاب بس بطبخ حاليا تعرفين لما كنتش جيتوا؟ ها انا كنت تحتهم خلاص بقى يا حاج ما انت عارفه منصور ده غربان وقلبه طيب احنا برضو اللي هنقولك عليه مجيتكوا دي على عيني الامر لله يا ابني الله يخليك يا حاج والله الواحد من ساعه ما دخل البيت ده هو حاسس ان حضرتك زي والدته بالظبط ربنا يعلم معزتكوا عندي قد ايه بالك يا علي انا يمكن لو كنت خلفت ولاد ما كنتش حابهم زي ما بحبكم كده سيداتي وسادتي اليكم هذا النبأ الهام قام جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم بمهاجمه الاطفال والشباب الفلسطينيين العزل بالقدس الشريف وقاموا برميهم بالرصاص وقد اصابت احدى رصاصات الغدر طفلا صغيرا وهو في احضان والده ولم يشفع صراخ ودموع الطفل محمد الدرة في قلوب الصهاينة ورموه برصاص الغدر والخيانة دون شفقة أو رحمة وقد التقطت كاميرا أحد المراسلين الصحفيين هذه الواقعة المشينة ليرى العالم فعل الخسة والغدر امبارح ولع الدنيا الطلبه عاملين مظاهرات وعايزين يخرجوا للشارع ارجوكم سيطروا على الموقف يا اولاد
اسمعوني يا اولاد اسمعوني. ايه اللي بتعملوه ده؟ احنا بس عملنا حاجه، ده الموضوع كبير قوي. شفت المواد الوقت مع يا بنت؟ مفيش خروج بره، انت فاهم ولا لا؟ مفيش خروج الشارع كده. طيب هيحصل ايه وايه هيجرى ايه؟ نروح تروح نكون او لا نكون، ولاد هي عفيه فهم القضيه، يا واد صناري حصارك عايز جنون. مش ضد المظاهرات السلمية، بس دي طبعا محتاجة إجراءات أمنية حفاظا على أرواح التلامذة. الموضوع كان مستفز المشاعر التلاميذ، وبصراحة بقى عندهم حق في كل اللي عملوه. أنا معاك، بس سعادتك تقدر تقول لي مين يتحمل مسؤولية التلامذة اللي اتصابوا دول قدام أهاليهم؟ يا فندم أنا شايف إن حضرتك مكبر الموضوع شوية. إحنا مش أقل منكم إحساس بالموقف، بس المسالة القانونية والخطر اللي تعرض له التلامذة بسببكم يحملكم المسؤولية. إيه معذرة يا فندم، أنا بأطالب وقفهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق. السلام عليكم. سلام عليكم. إحنا جايين بخصوص الشغل. تعرفوا تركبوا كذا؟ قصدك موتوسيكلات يعني؟ كذا. لا، ما أعرفش أركب كذا الحقيقة. إحنا مش عايزين طباخين سفرجية. احنا بنعرف نمسح ونغسل وممكن نطوق ازاز اي حاجه اي حاجه. لا شكرا شكرا. معلش معلش خلاص بقى، يلا هنعمل ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بتشتري لوح؟ بنشتري لوح الحمد لله. لا بلاش دي ابوس ايدك. بتشتري مناظر طبيعيه؟ نعم. معاك شو؟ منظر طبيعي زيت. اتفرج طبعا. ايه ده؟ ايه ده؟ عرفت طلبك. بتشتري تجريدي؟ بنشتري تجريدي. يا علي تعال نقعد شويه. يا علي انا رجلي مش حاسس بيها ولا انا يا اخي، وبطني هتتقطع من الجوع كمان. يا لهوي جعان. ها ميت من الجوع وانا كمان هموت من الجوع. طب ما تقلقش هاكلك. ايه هاكلك منين؟ مالكش دعوه هاكلك. ده الفلوس دافعينها تذاكر بره. يوه انت مش عايز تاكل؟ هاكلك خلاص اسكت. يبقى شكلك مدكن فلوس. اقعد بقى اتكلم كده بسيرتي فلوس كتير لغايه بركتها ما تروح. معاك معايا مالكش دعوه. يلا ربنا يخليك رمزي. يلا 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 السعاده اللي في وشك. تعالى يا علي اقعد اقعد. انت هتقعدوا من العفريت دي من على الترابيزه يا جرسون. جرسون اوعى يا رمزي. ايه اوعى ايه يا علي؟ ما تلبشنيش، احنا في جنينه الحيوانات يا اخي. اوعى يكون ما معكش فلوس بجد. ما تقلقش ما تقلقش قلت لك. ايوه أوامر البهوات. أهلا وسهلا. أهلا بيك. عندكم أكل؟ عندنا كل حاجة. طيب أنتوا عايزين إيه؟ هات لنا كل حاجة. هات لنا كل حاجة. بس ما تفتحش على الآخر يعني، حاجة بسيطة كده. ما تسيبه إيه؟ يفتح براحته، ما تخنقوش ما تحجموش. براحتك برطع في المطبخ. عينيا. حاضر. اتفضل. عارف يا رمزي لو طلع ما معكش فلوس هنتبعزق. مش إحنا اللي نتبعزق يا علي. الحمد لله.
صرفت. انا كنت واقع مجوع. وانا كمان. ايه الاخبار؟ اخبار زي الفل زي الفل. الحمد لله الحمد لله. الحساب. الحساب. استاذ رمزي. ثانية واحدة بالظبط. ثانية ايه راح فين؟ ايه مالك متوتر كده ليه؟ في ايه؟ متقلقش حاول اغسل ايدي عشان الفلوس ما تتوسخش. اصبر. طب سيب الطاقية. طيب وانشف ايدي في ايه يا علي؟ طب بسرعة بقى. ماشي. المكان هنا حلو قوي والاكل رائع. احنا هنيجي كل اسبوع ان شاء الله. عايز اقفل وردية. طب يغسل ايده بس. لو سمحت بعد اذنك الاقي بيت الاسد فين؟ من هنا. طب الاقيه موجود دلوقتي؟ فندم خلاص مفيش حاجه شكرا. عايز اقفل الحساب. طب ثانيه واحده الراجل راح يغسل ايده وجاي. طب ما تدفع حضرتك وبعدين بتحاسبه. بقول لحضرتك عايز اقفل الحساب. معلش الشؤون الماليه هو المختص بيها يعني. نظام بقى. بتشتروا لوح هنا؟ ازيك يا حاج؟ اهلا يا باشا. بقول لك ايه؟ ايوه. هو الاسد ده حقيقي؟ ايوه حقيقي طبعا. بجد يعني؟ طبعا. وصوته حلو؟ صوته كويس. طب ما تقول له يسمعنا. لا ده الاسد فاك! الاسد فاك! على فكره دي مش طريقه شيك تعامل بيها الزباين. انا هشتكيك الاداره. اسد يعني كان هياكلنا اسد. اسد ايه اللي هياكلنا؟ ده فيلم يا عم. يا عم يعني مفيش اسد جوه؟ لا اسد ايه؟ الاسد نايم في القفص عادي زي كل الاسد. يعني ده فيلم يعني؟ فيلم. ده فيلم. ده فيلم. من كنت جعان وعايز تاكل. والناس اللي جوه دي كان على الاسد. امشي ده. خلينا ماشيين ورا دماغك كده لغايه ما هنشحت في الاخر ان شاء الله. بقول لك ايه؟ عندك كلمة مفيدة أقولها؟ ما عندكش. نقط بصفتك يا أخي. يعني إحنا بقالنا شهر في الشارع، لا شغلة ولا مشغلة. ومصايب عمالة تروخ علينا من كل حتة. أنا مش فاهم أنت عايز إيه بصراحة. عايزك تسكت. عايزك تسكت يا رمزي. إحنا أول والآخر اللي حصل لهم كده يا أخي. أيوة يا علي بس. أقول لك إيه؟ أنا ما صدقت جيت هنا. ومن الآخر أنا مش سايب هنا، مش مسافر. اطلع من دماغي بقى. مش هطلع من دماغك بقى. خد خد. ورد. جاب لنا ورد. إحنا لاقيين ناكل لما راح اشتري لنا ورد. يا علي يا علي يا علي ولا علي يا عم اسكت بقى. بلاش حركات العيال دي. خلاص يا عم هتموتنا. يا علي انا اتخنقت منك. خلاص هنقعد هنقعد. يا علي الحجر وراك. يا علي في ايه؟ اتفضل يلا كبي. صحيح يا بنت حلوه وزي القمر بس انت كنت هتضيع نفسك. يلا يلا امسك. ما قالتلكيش هي بتتكلم منين؟ الموبايل يا عمي. ابدا يا عمي ما قالتليش. هي صوتها زي ما تكون بتعيط وكل اللي سمعته منها زبيني على الفيلا وبعد كده الخط قطع. برا الاريا اوت اوف كونتاكت. انا هتجنن. لا ترى في ايه؟ اهدى يا عمي ان شاء الله مفيش حاجه وحشه ودلوقتي تيجي وتطمنا. ربنا يستر.
مالها يا حاج؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ اعمل لها كوباية ليمون بسرعة يا دادا. حاضر. مالك يا مي؟ في ايه؟ مش طايقة يا سهى، مش طايقة. طب اهدي اهدي واحكي لي ايه اللي حصل. هاي حاتم جوه؟ بس لا طب ممكن بس ثانية واحدة اديله خبر اصلا. في ايه؟ عمرك ما هتبقى انسان محترم، وادي دبلتك اهي. استني يا مي، استني هنا، ما تغلطيش، انت لسه صغيره على الحاجات دي. دي واحده كل بيني وبينها شغل مش اكتر يعني. مي استني يا مي، مي انا خلاص زهقت. وبعدين بقى احنا مش هنخلص من حكايه حاتم ده. الليمون يا بنتي. ميرسي. حاتم ده يحرق الدم. نور عيني حبيبي حياتي، مشتاق لعنيك، مشتاق لك، مشتاق وانا لسه مقابلك. علي وفي عز الشوق يا حبيبي، وفي عز الليل برسم لك، برسم لك يا حبيبي. ليك نفس تغني واحنا واقعين من الجوع؟ لا قلبي اللي بيكتب لك ترارارا، هو اللي بيبعت لك ترارارا. قلبي اللي خلي عبد الحليم ياكلك بقى. طب بلاش اختراعاتك بقى، ما تشطش الاكل ها، وبسرعه. خليك يا اخويا في اللي قدامك. قلبي اللي بيكتب لك ترارارا، هو اللي بيبعت لك ترارارا. قلبي اللي بيكتب يا عيني يا عيني يا عيني. ده انت بتعرف تغني اهو. اهلا منصور، اتفضل. امال ايه، ابو علي ده طول عمره عندليب الجامعه. ايه ده، ريحه حاجه مش فاهمها. ايه ده، ولاد حلال اكله كباب، انما ايه تسد جوع اي بطن بتصوصو. انا ما غلطتش لما قلت عليك عفريت. يلا بسم الله. ده منصور يا سيدي. وعيش. امال ايه، ايه ده، افتح سلطات خالص. انت تعرف عمار الشريعة يا منصور؟ الشريعة ده حبيبي. يعني لو قصدتك في خدمة تعملها لي؟ عينيا، اعتبرها خلصانة. الخلاصة يا منصور، علي عايز اقدم في امتحانات الإذاعة، وانت عارف بقى ان عمار الشريعي في اللجنة، وانت من شوية قال انه حبيبك، كلمتين منه كده يحننوا قلب اللجنة عليها. لو عجبهم صوته مش هيسيبوه. مش معقول. ايه ده؟ في ايه؟ ايه منصور، انت اللي في ايه؟ خليك زي ما انت. ايه يا عم، في ايه؟ اي راسك يمين تحت، ارفع راسك لفوق فوق فوق. ايه اللي شبابك؟ تعال يا بيه شويه، طلع لي بره. ايه ده؟ يعني اطلع له بره؟ انت شاطر علينا، ما تطلع له تشوفه عايز ايه. اطلع له، اطلع له. خلطاتك كترت. معلش يا عمي انا اسف، ارجوك يا بلاتزار. اعتذارك ده ما يلغيش الاهانه والصدمه اللي سببتها المي. انا لا يمكن اسامحك على اللي عملته. يا عمي والله انا كنت بخلص شغل، هي بقى اللي فهمت غلط. دي مبررات سخيفه تقولها لحد غيري. عمر ما كانت دي طريقتنا. ابوك الله يرحمه كان مثل للاخلاق. الثروه اللي ورثناها كبرناها بشرف وامانه. انا مش فاهم انت بتعمل كده ليه. عمي عمي انا عارف ان انا غلطت، ارجوك ارجوك اعتبرها اخر مره. مش هسمح لك يكون في مره تانية. وانا بحذرك يا حاج، انت فاهم؟
فاهم يا عمي فاهم، بس ارجوك بقى تسامحني. اتفضل وشوف لك طريقه تصلح بيها اللي عملته مع مي. حاضر يا عمي بعد اذنك. انت متاكد موضوع عمار الشريعي ده ولا لا؟ لا اعتبر الموضوع ده منتهي يا جماعه، انا قلقان جدا. لا يا علي ما ينفعش، جمد قلبك، خليك واقفين هنا، هروح اطقص واجي. رمزي انا مش عارف اتلمع على صوتي. ايه يا علي في ايه؟ ما ينفعش الكلام ده يا عم، هتنجح ان شاء الله، وبعدين ما تنساش انك هتغني من كلماتي. انا مش قايلين غير كلماتك دي بقى. ايه انا هغني لهم حاجه قديمه؟ اضربني بالاله. لا بس ابني عشان احنا متوترين بس لو سمحت. ضربني بالقلم بقى. الله ايه الجدع ده؟ مش عارف. طب ممكن صاحب يضربك؟ اي حد خلصوني. طيب سيبولي سيبولي، انت ركز عشان اللجنه اللي انت داخل عليها دي. سيبولي سيبولي، تعال هنا تعال. انا حاضر. اضرب بقول لك. اضربه بقى وخلصنا يا اخي بقى. طيب ماشي امسك يا علي امسك. يلا اهو اهو اهو. جيتو لا أعلم من أين ولكني أتيت. يا ابن المجنونة، ده على أساس إن أنا عماد حمدي يعني، ومش عايزنا نتوتر. امسك. تعتب عليا ليه؟ أنا بإيديا إيه؟ أنا بإيديا إيه؟ فات المعاد فات المعاد. شكرا، سيب تليفونك وعنوانك. طب حضرتك ليه اكمالة هي؟ تفيد بيه ايه يا ندم يا ندم. شكرا خلاص شكرا. اهو خرج. ها يا علي ايه الاخبار؟ ولا حاجه، قالوا لي سيب تليفونك وعنوانك وخلاص. يعني ايه؟ يعني ما حسيتش كده باي حاجه وانا داخل واخد حقنه يا عم؟ يا اخي يعني ما حسيتش مثلا ان صوتك عجبهم؟ قالوا لي سيب تليفونك وعنوانك وشكرا. هي شكرا كويسه، بس سيب تليفونك وعنوانك دي تقلق شويه. على العموم ان شاء الله ربنا معاك. يلا بينا يا علي. اتصور ايه بس؟ تقبل يا سعادة الباشا، قبل الميعاد بساعة هتلاقيني موجود. مع ألف سلامة يا سعادة الباشا، مع ألف سلامة. رزقكم في رجليكم، أكبر حفلة لأكبر رجل أعمال في البلد النهاردة، حضروا نفسكم. بجد يا منصور؟ يعني إحنا ممكن نحضر معاك الحفلة دي؟ هو أنتوا شوية؟ ده أنتوا أصحاب منصور فلاش. يا عم بصوا قدامك لنروح بلاش. طب ودي نجيب لها لبس منين يا فالح بقى؟ آه صحيح. سيبوها عليا سيبوها عليا، هو بقى علوة روح يا حلو يا جميل يا منصور يا جامد. عايزكم بقى تعيشوا احلى يوم في حياتكم، بس ايه على الهادي. قول له هو عشان هو اللي ما بيسترش في اي حته بصراحه. ايه ما تقلقش ما تقلقش يا منصور. روح انت شوف شغلك وما تقلقش علينا. طيب انا هروح اصور عز بيه، بس ارجوكم على الهادي ما تقلقش. شكرا على الله. هاتي نعمل قهوه، مكان جامد قوي قوي. تعمل ايه؟ ها تعمل ايه؟ هجيب سندوتش. سندوتش علي ده. اصل البوفيه ورانا وعيب قوي نديله ظهرنا. نديله وشنا دلوقتي. استنى بس. لا مش قادر، انا مش قادر يا ابني. استحمل بقى، في سندوتش صغير ورايا هيجنني. مش عايزين فضايح يا رمزي. ما انت ما شفتش اصلا. سوري. اسف. انتوا ضيوف عم عز؟ طبعا عم عز هو اللي عازمنا. ممكن عز؟ طبعا ممكن عز. طب ما تعرفناش. انا رمزي، المندوب المقيم هنا عند البوفيه. فور سعيد يا فندم، احنا تشرفنا بيكي. يا ابني تلم بقى. حاضر.
هتفضحنا هنا يا رمزي. دي شايله حته سندوتش. شكلك مش هتعدي على خير انت بقى. لا انا مش قادر، مش قادر بجد، مش قادر. بص هناك. هناك فين؟ هناك البنت بتاعت الحادثة. علي دي جاية علينا. طب يلا يلا يلا. ايه يلا نجري. يلا ايه اجري. في ايه؟ مش في ايه بس عايز افهم. في ايه هتكفيني على وشي يا علي؟ يا علي اصبر. طيب والله انت موت يا اخي. انت مش وش نعمه. بتبصي على مين؟ ايه في ايه؟ مالكم واقفين كده؟ مطلوب فتيات حسنوات، مطلوب سكرتيرة هيفاء يا سيدي، مطلوب مديرات أعمال تجيد ثلاث لغات. هو مبقاش في رجالة في البلد ولا إيه؟ كله ستات ستات. أنت يا عم، أنت أنت يا عم الرومانس. أنت بطل تريقة يا ابني. أنت بص في الصفحة اللي بعديها، بص في الصفحة اللي بعديها. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ الجورنال كله بقى شكل بعضه. علي بقولك إيه؟ أنا جاتلي فكرة. ما تيجي ناخد الكام لوحة بتوعك دول ننزل نقف بيهم شويه في العتبه؟ جاز ربنا يوعدنا باي واحد اهبل يشتريهم. بقول لك ايه؟ انا مش هفرط في لوحه من لوحي حتى لو مت من جوع. انت محسسني انك هتفرط في عيل من عيالك. لا 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 حول ولا قوه الا بالله. افني. استغفر الله العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. في ايه؟ حاج محمود بيت جمال. ايه؟ محمود بيت جمال مين يا عم؟ ده كان ابو واحد صاحبي ايام الكليه الله يرحمه. كان بيعاملني زي ابنه بالظبط. وياما ياما اتغديت عندهم يا علي. استغفر الله العظيم يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى واجب نروح نعزي. ازاي بس؟ هنروح للناس ونخش عليهم بايدينا فاضيه؟ يعني هناخد كيس برتقال معانا يعني يا رمزي؟ ما ينفعش، مفيش برتقال اسود. طب ايه ده؟ ايه ايه علي؟ ما ترسم له بورتريه يا علي. انت اتجننت؟ عايز نرسم نعي؟ ما عندكش فكره يا علي. البورتريه ده هيسعد ولاده قد ايه؟ هيخليهم يزيطوا من الفرحه. طب معلش معلش معلش. الراجل ده طول عمره كان عايش في اسكندريه ومات هنا في مصر. ده اكيد تعب قوي في طنطا. طب ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص بقى. يعني هترسم له بورتريه؟ هزيطهم لك هزيطهم لك. انا عايز اعرف بس ايه اللي مخليكي متاكده ان هم سهى؟ انا صورته ما فرقتش خيالي من يوم ما شفته. وانا كمان صورته ما فرقتش خيالي من يوم ما شفته. إيه؟ هو مين ده يا ستي؟ مش هو الواد التاني رفيع الحليوه ده اللي عامل زي الجمبريايه اللي تايهه من مامتها؟ يا بنتي انت هتجننيني. انت مش لسه حكايه نفس الحكايه دي من شويه؟ لا انا من شويه قلت لك اللي عامل زي النملايه اللي وقعت في كوبايه ميه. بقول لك ايه؟ هي الحفله دي مش اتصورت فوتوغرافيا؟ بس ايه تبقى تهدي ولقيناها. يعني ايه؟ بصي يا ستي بقى، احنا نجيب المصورات اللي صور الحفله ونروح مسحلبينه ومدحلبينه في الكلام، وبعدين نروح قايلين له ايه؟ تعالى هنا ارفع ايدك، البوليس منحصرك من كل حته وهو هيتخض. نقول له بقى ايه؟ قول لنا العيال دول مين بالظبط؟ ايه ده؟ لا مش مصدق نفسي يا علي، مش مصدق. ده كان حتة راجل مات في رعيان شبابه. ما تزعلش نفسك، هو في حد بيده حاجة رمزي؟ صح. افرد وشك بقى، احنا جينا نبسط الناس. ها جايين نزيطهم فعلا. دنيا اهلا وسهلا. بقى في حياتك يا فندم؟ بقى في حياتكم. سعيكم مسكون. الله يخليك. ما
بقول لك ايه؟ ايه؟ ده شكله مش واخد باله منك. ما تاخدش في بالك. ما تعرفناش. اه صحيح، انا رمزي وده صاحبي الفنان علي. الحقيقه المرحوم كان بيحبه وبيشجعه وعايز ينمي مواهبه يعني، وعد علينا من اسبوع تقريبا وقال له يا علي ارسم لي بورتريه علي. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اصبر. وراح سايب لنا 200 جنيه من تحت حساب 500 جنيه. انت اتجننت يا جدع؟ يا جدع اصبر. والصوره هي معانا. هات الصوره على فيديو. الصوره بص 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 يا سلام. بص يا امبو. ايه ده يا حياوه؟ حصل من ابني يا ماما. يا ايشا. ايه يا ابني في ايه؟ تعالي بص في ايه. تعالوا يا جماعه في ايه؟ وريني. انا لا 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 زي القمر ده كانه عنده 26 سنه. انت فنان يا استاذ، انا معجب بيك قوي. مفيش احلى من كده. تسلم ايدك يا استاذ. تسلم يا جماعه. يا حبيبي ماشي يا رمزي. ماشي ايه يا علي؟ استنى بس يا علي، استنى بس. ايه رايكم؟ جميل قوي. حياتكم حياتكم حياتكم. صدعونا صغروطه بقى، صغروطه. الله يسلمك علي. استنى بس يا علي، يا علي انت يا عم، انت اصبر بس. اوعى يا عم استنى بس، دي حركه تعملها فيها رمزي؟ ايه في ايه؟ خلينا ننصب على الناس. نصب ايه وبتاع ايه يا عم؟ ده عيله هبله. انت شفت الواد قال لك ايه؟ تحس انه نجم. ولو ولو خليني برضه انصب عليهم يا عم. ما نصبناش على حد. اسمع بس الكلام، الناس دي منزله نعي في الجرنان، يعني يبني مستقبل 20 شحات زي وزيك. وانت إيه؟ مالك يا اخي؟ مالي ايه؟ اسمع، ده احنا قلبنا عيد ميلاد يا راجل. ماشي يا رمزي، ماشي 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 يا علي، خليك ماشي ورا دماغك دي. اما تشوف هيحصل ايه. انا رايح اتعشى. 100 200 300. طب استنى، طيب انت مش كنت خليتها 100 وتهود معاهم شويه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ مش فاهم. يا ترى حضرتك تعرف كل الناس اللي موجودين في الصور دي؟ طبعا انا اعرف كل الموجودين، حتى قرايبهم اللي ما جوش. ده انا منصور فلاش. ان شاء الله احنا كمان منصورين معاك. يعني لو وريناك اي حد تعرفه؟ اكيد طبعا. طب تعرف دول يا استاذ منصور يا فلاش؟ انهي فيهم؟ دول دول. ايوه دول. لا ليه؟ لا ما اعرفهمش. الله، هو مش حضرتك لسه قايلنا دلوقتي انك تعرف كل الناس اللي موجودين في الحفله؟ انت هتشتغلنا ولا ايه؟ ايوه بس دول هم عملوا حاجه. هم عملوا حاجه كويسه وعايزين نشكرهم عليها. ماشي، هعب واختص واجيب قرارهم. يا سيكي يا سيكي، شفت الفلوس بتعمل ايه؟ البيجامه هتاكل منك حته، المره الجايه هجيب لك واحده بصفين. الله يخليك. بقول لك ايه؟ عايز ايه؟ من هنا ورايح اي كلام في الشؤون الماليه مع الزبون انا اللي اتكلم فيها. لا 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 بقى كده. كده بص. دور لي على زبون سقع تقل، واحد يوزن كده. يوزن؟ هو خروف يا علي. اسمع يا اخي، واحد باشا يعني ماله هدومه كده باشا. زبون باشا، واحد باشا، واحد رمسيس، واحد تحرير، واحد علي. ايه رايك في ده؟ سنه صغير يا عم. سنه صغير. اصل ده الملحق. معلش معلش. واحد باشا، واحد باشا، واحد باشا. ابو علي. ها؟ ايه رايك في ده ابو علي؟ هو ده. من جهه. خش بقى بالمقص اصولي وهاتولي هنا واعمل لنا اتنين شاي وسيبني نص ساعه، وبالمره هات البطيخه. عينيا الاتنين، ده انا هحصهولك وحمهولك كمان. ربنا يخليك. علي انت اتغيرت يا علي، بيجامه غيرتك. انت لسه ما شفتش حاجه. كله جاي. كله جاي. قوم. عيش. خد بالك انت ابتديت تخش على صوابعك. خلص بسرعه يلا. ماشي. في اتنين عايزين يقابلوا البيل كبير في موضوع شخصي. دخلهم وتابع. حاضر يا فندم. اتفضل. هو في ايه؟ ايه الافتراء بتاع العالم ده؟ اتفضل. بقول لك ايه، ما تنساش اي حاجه تخص الماديات انا اللي هتكلم فيها. يا صايع يا صايع. ماشي يا عم، ورينا. اتفضل ورينا الشغل. هتشوف هتشوف. هشوف ايه؟ هتشوف. ايوه هشوف ايه؟ انا مش شايف حاجه. مش هتشوف دلوقتي، هتشوف بعدين يعني لما نقابل حد. هشوف اللي هيحصل. طب اتفضل. جامد قوي الجو ده. ايه وقفت ليه؟ ما تيجي نقرا له الفاتحه. واجب برضه. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ها ها، انتوا مين؟ انا رمزي، وده علي صاحبي فنان، حبيب المرحوم الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الحقيقه الموضوع باختصار ان المرحوم كان بيحب علي وبيشجعه فنيا، وعد علينا المرحوم من حوالي اسبوع كده وقال لي لعلي يا علي ارسم لي بورتريه. ايوه ارسم لي بورتريه يا علي. فرجوا يا علي. حتى بص البورتريه عادي يعني. بس حضرتك الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه، وساب لنا عربون كده تقريبا. ساب لنا حضرتك 2000 جنيه من حساب 5000 جنيه. عدى عليكم امتى؟ من اسبوع. نعم، هو مش اسبوع بالظبط يعني، حضرتك تقدر تقول اسبوعين، 49 يوم. حضرتك قول شهرين يعني، وشوف حضرتك اللي تحبه. الفن بقى سعادتك يعني، بيبقى الواحد بيرسم بيبقى الهام والوقت منعدم. فن بقى. فنان 5000 جنيه. انا كمان عندي فنانين لكن بيحترفوا نوع تاني من الفن. يا رعد يا برد، هو شكله قلب ليه كده؟ انت بعدنا هتمطر. البهوات بيقولوا ان الباشا فات عليهم من اسبوع. على فكره الباشا منتهي اكلينيكيا من 6 اشهر. منتهي ايه؟ اكلينيكيا. يعني ايه اكلينيكيا؟ حضرتك هو كان فعلا جاي كده يعني اكلينيكيا، ومش مبسوط كده. حتى اسال رمزي بالظبط. هو كان اكلينيكيته يعني، والجاكيته كانت مطرزه اللي كان لابسها. ايوه وقلنا له حتى يا باشا يعني ليه كده؟ ليه يعني الدنيا مش هتطير؟ خد اسبوعين ثلاثه كده راح يعني. ما هو في ايه؟ كان خاسس قوي يا اخي. في ايه؟ هدوء يا باشا. انا نصحته مليون مره، حاولت افهمه. على فكرة كده غلط. ها يا عم؟ والله صح. خرجنا. احنا بقالنا قد ايه كده؟ اكلينيكيا حوالي شهرين. انما طبيعي بقى مش فاكر. ما تضغطش عليا يا علي. انا من رايي نطلع على اي صيدليه نبيت لنا ليلتين ورا بعض كده، سبت واربع، ايه رايك؟ انا ما عنديش مانع. اتفضل. مش فارقه. مش طبيعي بقى. طبيعي. مش طبيعي. انا قميصي اتدغدغ. انت مش هتستريح على ما البتاعه دي تيجي في وشك. وهي جت في وشك قبل كده؟ في حد بيلعب رياضه كده يا ابني؟ انا يشيل حديد ده ولا بيشتك عيني؟ مش فاهم. وانت بتصلح الكرسي ولا بتقشره؟ بشيل السبب في العيب يا جاهل يا عبيط. اهلا اهلا. اهلا وسهلا. اسفه لو كنت فاجئتك من غير ميعاد. اخبار المندوب المقيم ايه؟ الحقيقه المندوب المقيم واخد فتره استرخاء ومقيم على النيل. اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. اتفضلوا فين؟ حضرتك اتفضلي. اتفضلوا اتفضلوا. عندنا منظر النيل هنا تحفه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ علي. انا عند الترابزين لو عايز حاجه. بص حضرتك المنظر عامل ازاي؟ يعني في هوا هنا كمان لطيف قوي 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 قوي. اجيب لحضرتك كرسي؟ لا انا كنت جاي اشكرك بس على اللي عملته معايا. بيتهيألي اي حد مكاني كان هيعمل اكتر من كده. انت انسان طيب قوي. مش عندنا كركديه هنا ساقع قوي، رمزي بيعمله حلو قوي. يا رمزي يا رمزي عايز ايه؟ مش فاضي لك دلوقتي. يا ترى المندوب المقيم بيشتغل ايه بالظبط؟ لا المندوب المقيم ما بيشتغلش حاجة دلوقتي، أنا الحقيقة مقيم في البيت. أنت مش ممكن فظيع يا رمي، دمك خفيف ولا لطيف ولا حكايتك بالظبط؟ معقولة؟ مع إني ما قلتش أي حاجة تضحك. ومع ذلك بضحك مش عارفة ليه. المهم يعني بتعمل إيه؟ ما فيش، أنا بشرب لبن. برافو. أحياناً
بألف أغاني، بألف شعر كده يعني. بتقلب أغاني وشعر بتشرب لبن؟ بتغسل سنانك قبل ما تنام؟ لا أنا كمان كده... ده بيخليهم دي مجنونة ناسي. انت فظيع رمزي. يا نهار يا رمزي، عايز ايه؟ على طول كده. معلش أنا مضطر أمشي دلوقتي من غير ما تشربي حاجة. كفاية إني شفتك. واد رسيم، ها؟ رسم لك صورة حلوة قوي. بس على فكرة ده ما رسمهاش لوحدي، أنا كنت واقف جنبه. حقيقي جميلة قوي. أنت ما بتعرفش ترسم؟ ما قلت لك بألف. طب ما تألف لي قصيدة أو حتى زجلولة. بعدين؟ ها؟ تشربوا إيه بقى؟ أي حاجة. لا 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 معلش، خليها المرة الجاية. ليه؟ ليه؟ ده أنا بعمل كركديه حلوة قوي، أعمل لكم شوية كركديه كده. بس سكر خفيف لو سمحت. أي حاجة. معلش. يا باي عادي. أكيد نضاف بيغسلوا كوبايات كويس. هنوصلهم. بابي فين؟ في المكتب يا فندم. بابي 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 بابي. اهلا بمي حبيبتي. وحشت مي يا عيون مي يا قلب مي. ايه بقى سر السعاده دي كلها؟ طب ممكن تبوسني الاول؟ ممكن اعرف بقى؟ وممكن مش ممكن. احنا اتعودنا كده تخبي على بابي. انا ما اقدرش اخبي حاجه عليك يا بابي. اتفضل دي جوه. الو يا عم. الو حبيبي مي، ده انا حظي حلو اني شفتك بقى. ازيك؟ الو، انا اذنك يا بابي. شفت يا عم عجبك اسلوبها معايا ده؟ احمد ربنا انها رضيت تسلم عليك. يلا تعالى اغلبك بولت بلياردو. يا عم احنا سبق واتكلمنا في موضوع ارتباطي بمي، وحضرتك دايما تأجل الكلام فيه. لما تكسبها الأول وترضى عنك. يلا يا حلو وريني شطارتك. يا عمي أرجوك، الموضوع ده عندي أهم من أي حاجة تانية. سبق قلت لك لما تكمل دراستها الأول. بعدين أنت عارف رأيي فيك، دور عليك. العب. لا مش معقول، معقول لا مش معقول. عايز تعرف ايه تاني يا قلبي؟ اهو قالك بعني واللي انت خفت تقوله يا قلبي. قالك هو عليك. عايز تعرف ايه تاني يا قلبي؟ ما هو قالك بعني واللي انت خفت تقوله يا قلبي. قالك هو عليك اني لاقي حبيبه مقرب منه، واللي لاقي حبيبه بيسأل عنه. لا 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 ملهوش حق يخاف. عيش الحلم حقيقة، عيشه في كل دقيقة. عيش الحلم حقيقة، عيشه في كل دقيقة. وياه تاني تخاف او اشوفك خواف. اياه تاني تخاف او اشوفك خواف. لا 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 اوعى تخاف، اوعى تخاف يا قلبي. حرام عليك، حرام عليك منك لله يا علي. خمس ساعات موقفنا في الشمس يا علي، ده الجرنان اصفر من الشمس. حرام عليك يا اخي. استحمل شويه يا اخي، انا قلبي حاسس انه ما يخرجوا من هنا. يا رب. مش هما دول
فين؟ فين انت باصص فين؟ اهم قدامك مش هم اللي جايين هناك. انا مروه العربي. بص يا رخص داخله المدرج ايه وجنبيهم انت من فضلك يا وعيد. بقول لك ايه؟ ايه؟ اعمل نفسك ان احنا رايحين مشوار قريب من هنا. مشوار؟ مش طبيعي. خد بالك بقى عشان قربوا. معقوله؟ معقوله يا جماعه الصدفه دي؟ ده ولا في الافلام. والله العظيم لسه دلوقتي عمالين نجيب في سيرتكم. مش معقوله. ازيك يا علي؟ ازيك يا مي؟ عارف يا علي؟ من الصبح عماله دودو 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 دو سطعت لي سيرتك. الله يخليك بجد. اللي انت بتقوليه ده؟ ايه من صاحب الصبح عماله تتكلمي عليه؟ يا سبحان الله. بقول لك ايه؟ ايه؟ قول لهم موضوع الاذاعه. ايه ايه؟ موضوع الاذاعه. اه طيب ماشي خلاص. طب يا جماعه معلش احنا لازم نمشي دلوقتي علشان في موضوع اذاعه وجواب حاجات كتير قوي الحقيقه مش عايزين نقول لكم عليها. جواب ايه واذاعه ايه؟ ايه ده؟ هو انا ما قلتلكوش من ساعه ما وقفت مش علي نجح في امتحان الاذاعه؟ جاله جواب بيقول انه نجح في امتحان الغنى فلازم بقى يروح عشان ينام بدري لانه في بروفات وفي مواويل سودا. بجد يا علي؟ حاتم 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 مين؟ ابن عمها بس غلس رخامه. انا عرفت انك جيتي من غير عربيتك قلت اجي اوصلك. انا جايه مع سهى وهمشي مع سهى. لان انا شفتكم قبل كده. عادي فيها ايه؟ اه خمس دقايق راحة يا جماعة بعد إذنكم. اشرب شوية اليانسون دول عشان صوتك يحلو. تعبت قوي يا أخي. معلش. كلام الأغنية مكعبل خالص. ما أنت لو تسمع كلامي يا علي وتغني الأغنية اللي أنا ألفتها لك، ده أنت لحنت مطلعها يا ابني كان حاجة فوو كده. فوو؟ ها. وريني. بجد؟ اسمع. يا ناسي روحي. فاكر. يا ناسي عيني. أمنتك حبيبي بالخير تفتكرني. أمنتك حبيبي حلو المعنى ده قوي. ما تيجي نشوفها مع الفرقة. لا بجد؟ اه تعال. بجد؟ ادوني كورد الفار يا جماعة. كورد الفار؟ فار؟ امال ايه؟ فار يا ابني. دي حاجة في المزيكا. لا 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 يا ناسي روحي يا ناسي عيني أمنتك حبيبي بالخير تفتكرني. يا أبو علي الأخبار إيه؟ طمني كله تمام؟ تمام الحمد لله. شد حيلك، اللجنة قربت تجتمع وهتختار اللي هيشترك في الحفلة. ما تنساش بكرة في بروفة تانية في نفس الميعاد. إن شاء الله. شدوا حيلكوا. سلام. مع ألف سلام. الراجل ده يا أخي أنا مستريح له من أول ما شفته في اللجنة. معاك حق. عارف تحس كمان إنه كده إيه؟ إنه اقعد يا علي اقعد يا علي اقعد. كم يلا يا جماعة. حلوة أوي. يا ناسي روحي يا ناسي عيني أمنتك حبيبي بالخير تفتكرني. اتأخرت كده ليه؟ ايه ده قفشتني. يلا بقى اتأخرنا على ابن المهاتمة. شكلي حلو. اتفضل الليمون. شكرا يا حاجه. متشكرين قوي يا حاجه. لا ماشي ماشي ان كان عليا انا موافق. انت موافق؟ موافق على ايه؟ اه هو كمان موافق. الله ماشي. يا سلام يا سلام. طيب ماشي. مع السلامه. مع السلامه. يخلص. مع السلامه. موافق على ايه بقى؟ مي وسوها طالعين رحله شرم الشيخ 3 ايام وحجزوا لنا معاهم. لا يا راجل. اه ايه رايك؟ طب ودي عايزه مصاريف كتير. انا عامل حسابي. ها موافق ولا لا؟ اه موافق.
مية مية. بقول لك ايه؟ يا شرم الشيخ دي فين؟ يلا علي يلا علي يلا شاكرين قوي يا حاجة. يلا هنشربه من فوق. يلا السلام عليكم يا حاجة. السلام عليكم. واقفين بقى الصبح. هما اتأخروا كده ليه؟ مش عارف يا جماعة. يلا اتأخرنا. طب ثانية واحدة. يلا بقى احسن رحلة كده هتضيع مننا. سهى سهى ثانية اهو. استنوا استنوا. اتأخرتوا كده ليه؟ عربية منصور. والله ما كنا هنمشي من غيركم. طب يلا الحمد لله. خش يا علي. انا مش مصدق يا علي هنطلع رحلة اوتوبيس كمان. اه امسك يا ابني. احلم بايه تاني؟ خلاص الدنيا ضحكت لي وصدقت لما وعدتني باجمل حاجه وهديتني. خلاص يا جرح انساني. تعالى للهوى حبيبي، تعالى نجيب سوا حبيبي، تعالى نعيشنا شوية كلاب سعراني. ليه كده بس يا مي؟ احنا عمي ممكن نقول على اللي حصل ده انه طيش مراهقة او حتى غلطة زي ما انا غلطت. قصدك ايه؟ لا يا عمي انا ما اقصدش حاجة خالص. انا طبعا واثق في مي كل الثقة. بس انا بقى عايزك يا عمي تساعدني. تساعدني عشان اديش فرصة لواد صعلوك زي ده انه يضحك عليها وياخد فلوسها. الفلوس اللي انت تعبت فيها انت وبابا الله يرحمه. زي ما حضرتك قلت لي قبل كده. ها قلت ايه بقى؟ عندك حق. اما انا بقى فليا تصرف تاني مع جوز الصعاليك دول. الحب لوحده مش كفايه يا مي. ازاي مش كفايه؟ هو مين؟ ابن مين؟ عنده ايه؟ عنده قلبي يا بنتي. انا مش ضده. يعيشك على نفس مستواكي انا ما عنديش مانع. بس هل هيقدر؟ بابي
انا اول مره الاقي مش حاسس بيا. يا حبيبتي انا حاسس بيكي وعارف مشاعرك، بس خبرتي وخوفي عليكي والواقع اللي احنا عايشين فيه ده هو منطق تاني. ليه منطق ده يا بابي؟ دايما حب الخير اضعف من حب العدل. ياما ناس خسرت كل حاجه علشان حكمتها وطيبها، وانا ما عنديش استعداد اضحي بيكي. بابي انا اسمي ده اخر انذار تبلغه لصاحبك، قول له انه ما يرفعش عينه على اسياده، والا المره الجايه بقى هيبقى فيها موتكم انتوا الاثنين. لو خايف عليه تاخده وتسيبه البلد فورا، انا ما عنديش هزار وانت فاهم. ها حاتم اللي عمل فيك كده؟ اسمع يا علي، ننفت بجلدنا احسن. انا صاحبك وبخاف عليك. خايف عليا من ايه؟ ايه مش بكفيك اللي حصل؟ الناس دي ما بتهزرش، الناس دي ناوي على شر. كنت شفت عينين الواد وهي مليانه غل، كنت فهمت كلامي. طب اهدى بس، اهدى بطل اللي انت بتعمله ده، خلينا نفكر شويه. انت لسه هتفكر؟ انت مش همك الا نفسك، انت دماغك ناشفه. وانا من الاخر بقى مش ساب هنا. انت نسيت انت مين وهي مين؟ فوق فوق يا علي، كل ده عشان حته بنت قابلتها في الشارع. خليك وراها، خليك وراها لغايه ما هتوديك في داهيه. اسكت. مش عارف عملت كده ازاي. تزعلش مني يا رمزي، اخر حاجه كنت ممكن اتصورها ان انا في عيد عليك يا اخي. ده انا طول عمري واخدك اخ وصاحب ومعوضني عن اهلي كلهم. انا مش جاي اتحايل عليك عشان ما تسافرش، بس تفتكر ده الحل؟ صدقني انا محتاج لك دلوقتي اكتر من اي وقت فات. ماشي يا رمزي، سافر توصل بالسلامة. عشان نسيت شراب على الحبل هرجع اخد. عز بيه والد مي عايزك في موضوع مهم. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم.
لا 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 انا مش هاخد من وقتك كتير وهدخل في الموضوع على خير. انا فكرت كتير قبل ما اجيلك. اللي خلاني اجي ايماني انك انسان محترم وهتفهم كلامي كويس وتقدره. حضرتك ايه الموضوع بالظبط؟ اتمنى كلامي معاك يكون سر بيننا. على فكره انا عندي علم بموضوع اسكندريه. اسكندريه الملكة. أنا مش جاي أهينك ولا أجرحك. كل واحد فينا يتحكم في حاجات ملوش ذنب فيها. أنت عارف وضعي كويس. خلاص فهمت. علي أنا عارف ظروفك. الشيك ده مبلغه ممكن يحقق لك حاجات كتير. أرجوك أرجوك اعتبرني زي اي واحد من اهلك، ولو احتجتني في اي وقت هتلاقيني جنبك. بس ليا رجاء عندك. ابدا عمي. حاضر. انا كنت واثق انك هتفهمني كويس. اشكرك قوي يعني. لو سمحت ده مش من حقي. صدقوني يا جماعه بجد انا مش عارف اقول لكم ايه. انا حاسه كده ان في حاجه انت مخبيها علينا. صدقوني علي كويس مفيش اي حاجه. انا حاسه ان علي بيتهرب مني عشان خاطر يا رمزي. لو تعرف مكانه قول لي. دي اول مره اطلب منك طلب. ماشي اتفضلي اتفضلي. بس لو علي زعل مني انا هحملكم انتوا المسؤوليه. مش هيزعل. مالك يا علي؟ ابدا كنت بدور على شغل. وده يمنعك انك تشوفني؟ مي كل واحد فينا لازم يروح لحاله. تقصد ايه؟ انا نسيت نفسي ورسمت صوره وتعلقت بيها وصحيت على حلم كبير انا مش قادر. ايه اللي انت بتقوله ده يا علي؟ زي ما بقول لك كده. انت ناسي انت مين وانا مين؟ وانا اللي كنت فاكره انك ممكن تعمل اي حاجه عشاني. مهما عملت في الاخر انت خسران. معاك عمري ما هكون خسران. معادله انا مش قدها. مي انا مش هقدر اكذب على نفسي وعليك اكتر من كده. على اذنك.
جرحتك حبيبي جرحتك سامحني بعادك حبيبي في قلبي جرحني قول عنك حبيبي دايما تفتكرني يا ناسي روحي يا ناسي عيني أمنتك حبيبي بالخير تفتكرني يا ناسي روحي يا ناسي عيني أمنتك حبيبي بالخير تفتكرني وكفاية جرح المر وأيام اللي مش بتمر المر وأيام اللي مش بتمر وكفاية كفاية كفاية إن أنت مش جنبي على عيني حاضر لا انا اصلي ما اقدرش اخد معاد وبعد كده ما نقدرش ننفذه لا خلاص ماشي حاضر معاك منصور بقى معاك منصور اديله معاد الو ايوه لا 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 اوه بقى لا مش معقول ترى اللي احنا قاعدين فيه طب انا هقول لحضرتك يعني بس الموضوع ما يقوله اخوه طب خلي حضرتك معايا بس خلي حضرتك معايا اللي يسكن عنيش تليفونات كل دي الو لا الموضوع بقى عبدو. يجي بس عبدو يعني اصل في حاجه عبدو يعني لازم نشوف ايه حكايه الحفله دي ازيك يا عبدو الحمد لله يا فندم يا ابني سايبني ساعه واقف بره على الباب ازيك يا رمزي ازيك يا باشا عامل ايه عامل انت ايه تعال اقعد ايه الاخبار خد بالك بقى انا جاي قبل معادي بخمس دقايق ها انت طول عمرك شيك وانيق ومواعيدك مظبوطه زي الساعه سيبك من الكلام ده طمني بس علي قرا العقد طبعا قراه امال ايه قراه يا عبدو عبدو وطبعا فصصه كالعاده والله يا بهجت هو ده المحامي بس اكيد هيقراه يعني لما يروق كده محامي ها تشرب ايه بس قول اعمل لي قهوه مظبوطه يا عبدو حاضر يا فندم لا هات له شاي حاضر يا فندم ايه يا رمزي بس شاي 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 شكلها كده علي نايم والقعده هتطول يا عم ادينا قاعدين سمعت اخر نكته سمعني نكتك البايخه يقول لك مرة قنبلة وقعت على قهوة عملت بن بايخ قوي طيب أنا هقوم أصحي على ما تشرب الكركديه بسرعة والنبي طيب ما بحبش أقلقك وأنت نايم بس هعمل إيه الراجل برا علي إيه ده حد يتخض كده ما تبطل طريقتك دي بقى يا رمزي بقى طريقة ايه بس ما انا على طول بصحيك كده علي قوم في ايه عايز ايه بهجت بره بهجت مين بهجت مين بهجت المنتج بتاعك حد ينسى المنتج بتاعه يلا قوم كنت بحلم بيها يا اخي اسف يا حبيبي معلش يا حنين هاك عليا انا قوم يا اخويا عشان الشغل اوعى اوعى ايه اوعى عشان انزل ما تنزل هو السرير بترابزين ما تنزل يا اخي اوعى بقى يا اخي بقولك ايه ما تركن شويه ليه نفسي اشرب حمص الشام يا اخي والنبي علي النبي عشان خاطري
المشاعر لقيتني بحبك. كان أول حب في عمر كانت أهلي وكل أصحابي كانت عمري. كنت بحس إنها من دمي أختي حبيبتي. ما كنتش عارف إني هوانا ممكن يتغير جوانا. ما كنتش عارف إني هوانا ممكن يتغير جوانا ويضيع قلبي اللي هواها وترضى ببعدها. زي الليلة قابلتها زي الليلة عرفتها واتولدت جوايا مشاعر لقيتني بحبها. هم دول اليومين دول اليومين في شرم وراجع تقعد اسبوع يا علي. علي بهجت جايب لك مفاجاه. وريني كده بهجت. بص يا علي ده عرض من شركه عالميه عايزين ينتجوا لك. انا شخصيا شايف ان العرض ده كويس قوي. وبعدين هم عاملين حركه شياكه كده وبعتلنا طياره خاصه عشان تاخدنا كمان. رمزي ها انا مش طايق اتكلم عن اي حاجه عن الشغل. معلش يا بهجت استحملني اليومين دول. عن اذنك. هو ماله في ايه؟ ما تقلقش انت مش قاعد معانا يومين ثلاثة كده؟ قاعد يا عم. طب انا هفهمك. تعال قلت ايه؟ في ايه؟ بقولك ايه؟ ما تعملهمش عليا يا ابني. ما حدش فاهمك في الدنيا دي قدي. يا علي انت بتحبها تقدر تقولي انت ناقصك ايه؟ الغريبة يا اخي اني دايما حاسس ان ناقصني حاجة. يظهر ان الفقر بيسيب جوانا حفرة لا يسدها نجاح ولا فلوس. بقولك ايه؟ انا هكلم ابوها وهحدد ميعاد معاه كمان. انت بتقول ايه؟ هو كده معقول يا فندم؟ معقوله بتوصلنا بنفسك؟ عدي علي عدي خلي حضرتك والله ما تخرج. انيس تنور. ميرسي يا فندم الف شكر. احنا بقى مستنيين رد حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الف الف شكر. تفضل تفضل. يلا رايحين ايه؟ احنا جايين من هنا. من هنا بس نضاره جديده لسه ما طبعتش. يبقى اديني شيك بنص العموله والباقي بعدين. باي. اسمه علي حمدي ده كان بيعمل ايه؟ معرفش يا فندم. انت السبب في كل اللي حصل ده. دول ما حرموش بقى. انا هعرف اتصرف معاهم ازاي. انا مش عايز مشاكل. مليون مره قلت لك ما احبش الاسلوب المندفع بتاعك ده. احنا في ازمه. الوضع اتغير. الولد بقى مشهور ونجم والناس بتحبه. خلاص يا عم يبقى نعجل بكتب الكتاب ونخلص من الموضوع ده خالص. انا عن نفسي ما عنديش مانع ان شاء الله تتجوزوا بكره. بس لازم تعرف
اني لا يمكن اضغط عليها واخليها تعمل حاجة هي مش عايزاها. يعني حضرتك شايف كده؟ ماشي يا عمي. اوكي. شكرا يا سحس. الو يا رمزي. ايوه الو. انت لسه ما نزلتش يا ابني؟ نازل على طول اهو. انت بتهرج يا رمزي ولا ايه؟ انت قطع الراجل امبارح يا اخي. يا عم نازل بقول لك. طب بقول لك ايه؟ ها انا سايب لك الورق على ال الو يا علي في ايه؟ لا مفيش يا اخي. في عربيه ماشيه ورايا من ساعه ما طلعت من لو بنات حلوه وزع عليهم رقم تليفون. يا اخي انت بطل بقى اللي في دماغك ده. طب خلاص بقول لك ايه؟ ها انزل بقى. حاضر. انزل عشان خاطري. يلا حاضر. ناس. سلام يا فندم. صباح النور. حاتم جاب بروف الدعوات الفرح؟ لسه يا فندم. يا ساتر يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله. بابا شفت اللي حصل معايا يا بابا؟ عرفت يا بنت. عرفت. عايز بيه موجود؟ نقول له مين يا فندم؟ بلغوا ان في ناس عايزين. خليه يتفضل. اهلا وسهلا. اهلا يا باشا. خير يا فندم. انا المقدم حسن انور من المباحث. حضرتك مطلوب للتحقيق في حادث المطرب علي حمدي. وانا ايه سرتي بالموضوع ده؟ أرقام لوحات العربية اللي تسببت في حادث المطرب وهربت تخص سيادة؟ خاصة بيا؟ ازاي؟ أنا مش فاهم. كشفنا عن لوحات العربية في المرور وطلعت باسمك. باسمي أنا؟
ممكن تتفضل معايا؟ طيب ممكن نغير هدومي؟ اتفضل استريح. في ايه يا بابا؟ مش عارف يا بنتي. كده الواقعة ثابتة، أرقام العربية وآثار الاصطدام مطابقة للتقرير الفني للمعاينة. فسر ده بإيه يا عزبي؟ ما عنديش أي تفسير للي حصل. يا فندم دي شركة تمتلك أكتر من 50 عربية، وإجابة الأسئلة دي هتظهر بعد اكتمال التحقيق. أمال اللي أنا بعمله ده إيه يا متر؟ أنت أنا من غير لف ولا دوران، أنت متأكد إن العربية دي ما خرجتش من الجراج؟ يا باشا يا باشا ما فيش الا انا وزميلي وبنبدل مع بعض، وفرديتي العربيه ما خرجتش من الجراج. يستدعى اسمه ايه زميلك؟ مرسي، مرسي محمود علي. يستدعى مرسي محمود علي لاخذ اقوال. نعم يا سعادة البيت. اسمع، خد دول خليهم معاك. ايه كل ده يا بيه؟ خيرك ثابت. اسمعني بس، انا مش عايزك تتحرك من هنا لحد ما اشوف صفة في المصيبة اللي انا واقع فيها دي. وعز بيه هيعملوا معاه حاجة يا بيه. مالكش دعوة بعمي، عمي اكيد هيخرج منها. المهم انت ما تتحركش من هنا. ده اذا كنت عايز تربي عيالك يا مرسي. فاهمني؟ فاهمك يا سعادة البيت، امرك. يلا اخويا. حاضر يا بيه. يلا. مكتب البيت ظبط اللي بحث فيه باخر الطرق. تشكر. ايه يا رمزي ايه كده؟ بعدين انت البتاعه دي عملت لي عينيا. ها، ما انا لازم اشوف وانا بحلق لك دقنك. ايه في بقى كده؟ ما اقدرش اعد الايد اللي بناكل وراها عيش انا واولادي يا سعاده البيت. المهم ان حاتم هو اللي خرج في اليوم ده بالعربيه. ايوه يا سعاده البيه. طب امضي على اقوالك. اعمل معروف يا بيه، خليني هنا لا اعمل معايا حاجه بره. ما تخافش كده بقى اللغز اتحل. بقولك يا حسن، انا عايزك تقلب لي الدنيا، تجيب لي الجدع اللي اسمه حاتم دوت من تحت تقطيع الارض. حاضر يا فندم. اسمع يا رضا، خلي الراجل ده هنا اهوت لغايه ما ارجع. طيب. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. الحمد لله. النهارده تمام الحمد لله. احسن الحمد لله. تمام يا دكتور. صباحك كده الحمد لله. لا احسن كتير، حتى الجروح بتاعت وشك بقت احسن الحمد لله. ممكن اخرج النهارده؟ طب تبقى تعدي عليا بعد اسبوع كده اطمن عليك. ان شاء الله يا دكتور، في ضيوف عايزينك. طب اسيبك دلوقتي عادي. الحمد لله على السلامة يا أعلى. الحمد لله على السلامة يا أستاذ علي. الله يسلمك فينا. أهلا يا عزبي. هاي حضرة الظابط، في أي أخبار جديدة؟ أيوه، وده اللي جابني دلوقتي. مرسي السايس اعترف في التحقيق إن حاتم هو اللي خرج بالعربية يوم الحادثة. حاتم؟ أيوه، وأقوال مرسي السايس هتأكدها أقوال الأستاذ علي.
من فضلكم يا جماعه استريحوا بس 5 دقايق بره عشان اكمل التحقيق. جاهز يا استاذ علي التحقيق؟ جاهز. خير يا حضرتك؟ للاسف الاستاذ علي نفى التهم عن حضرتك وعن حاتم ابن اخو سعادتك. يعني بالعربي الراجل اخلى مسؤوليتكم من القضيه، وانا ما قداميش غير ناخد باقواله. عن اذنك عايز بيه. انا مش عارف اقول لك ايه. حضرتك وفر اي كلام ممكن تقوله. عندك حق. لا يا رمزي الكلام ده مش هينفع يا رمزي. يا جدع ايه ده؟ ايه يا علي؟ انت ناوي تبلط هنا في الخط ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ الدنيا مقلوبه عليك بره، والعرض بتاع الخواجات لسه في ايدينا. اسمع كلامي بقى يا علي. قلت ايه؟ قول لهم ان انا موافق. ايوه كده يا اخي. الاخير 100 100 اهو بالمره نزيط لنا شويه. وانا معاكوا. ايه؟ خلاص يا بابا. خلاص. علي هيسيب لك الدنيا كلها ويسافر. حقك عليا يا بنتي. حقك عليا. يلا. حبيبه مقرب منه،
عيش حقيقة، عيش الحلم حقيقة، عيش كل دقيقة، عيش الحلم حقيقة، عيش كل دقيقة ويا تاني تخاف أو أشوفك خواف، إياك تاني تخاف أو أشوفك خواف، لا 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 اوعى تخاف اوعى تخاف يا قلبي. يا عم حمزة حلمك علينا احنا التلامذة وبكرة لينا، لو الاعلام بالشكل ده دماغ ما هتضيع مش كده، ونبقى جيل متعصبين ومكلكعين ومحتارين من ده وده، من جدنا مين